والمتمرد. لماذا متمرد؟ لأنه لاحظ أن كل القراء تبدأ بقرار البيات، هو صوت عميق، فهو من نوعية الباص، وهذه نوعية تعتبر أعمق قرار في قراء مصر، فبدأ من درجة ما تسمى 1 تحت 0. ودائما لا يبدأ بالبيات، يبدأ عجم أحيانا، قرار سيكا أحيانا، من أعمق طبقة في الصوت، ثم سرعان ما ينتقل إلى جواب المقام الذي بدأ به. المعتاد أن القارئ يبدأ بقرار بيت هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يصعد للرابعة الرست: والضحى والليل إذا سجى، ثم يصعد إلى الثامنة، ثامنة الدرجة التي بدأ بها التي تسمى جواب البيات: بسم الله الرحمن الرحيم، حينما يصل الصوت إلى درجة استعداده للانطلاق. أما الشيخ منصور الشامي الدمنهوري كان يعمل أسلوب مختلف تماما، يبدأ من تحت قرار البيات بدرجتين، قرار سيكا: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، يصعد قليلا فقليلا بحيث الأذن لا تتأذى، وكأنه يسرق الأذن، يأخذنا إلى منطقة جواب السيكة: وللآخرة خير لك من الأولى، دائما يرتكز على القرار، يستخدم صوته في هذه المنطقة، يجيد التعامل مع منطقة القرار بحرفية عالية جدا.